خلي بالكم واعرفوا انتوا مين، انتوا مين، انت محافظ الاسكندرية، انت محافظ القاهرة، ما تسيبش الدنيا تحس كده وكأن ما فيش حد. الدنيا متسابة، الدنيا يا فندم متسابة. الكلام ده وانا قائد المنطقة الشمالية في اسكندرية كنت بحلم بالكلام ده. جيت غيط العنب وقلت انا لو ايدي ان انا اقدر اعمل للناس اللي هنا دي حاجة اعمل لهم ده. ولما هتشوفوا العرض اللي موجود احنا مش عاملين حاجة بقى، يعني لا مش يعني مش مساكن شعبية، لا عندنا حلم كبير قوي. فانت كمحافظ كمواطنين احلموا لنفسكم، وتقبلوش ابدا ان انتم تأذوا نفسكم وتأذوا بلدكم بالشكل اللي يمكن ما يعني ما اتطرحش دلوقتي.